السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. هاد الفيديو خصوصا الناس اللي مرضين بالسكر، جبت لكم هاد الكيك اللي خطير وزوين، وحتى الناس العاديين يمكن لكم تاكلوه، اللي كيجي زوين ما كيكونش معجن نهائيا، والمقادير ديالو مضبوطين وطريقته سهله، والخضره فيه خضره اللي هي مفيده، وانا متاكده الا جربتوا هاد الكيك غادي توليوا مدمنين عليه. يلا تبعوا معايا الطريقة والمقادير. قبل ما ندوز لهم اللي أول مرة يشوف القناة، منساش تضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. ويلا نبداو الطريقة والمقادير. بالنسبة للخضرة عندي بصلة، فلفلة، عندي زيتون، عندي قرعة، عندي مايس، وعندي خيزون محكوكين. البصلة عندي مشلضة، وبالنسبة للقرعة والفلفلة فهما عندي مشلضين وخيزون محكوك. عندي جوج كيسان ديال الطحين، كاس زيت العود، كاس ديال الحليب، عندي جوج ديال البيضات دانون مسوس، وعندي تحميرة بزار، شوية ديال الملحة، وشوية ديال الزعتر، وزيت المائدة. صافي، هنا بالنسبة لزيت المائدة فأنا ضفتها في واحد المقلة كيف ما كتشوفوا، غنشحر فيها هذيك التوابل أو هذيك الخضرة كاملة. بالنسبة للخضرة أنا غنضيفها كلها في مرة واحدة، وغنخلي كل شيء يتشحر ليا. السر ديال الكيكة باش ما تكونش معجنة، خاص الخضرة تكون ناشفة من هذاك الزيت أو هذاك الماء اللي كتطلق، باش هكذا ما كتعجنش ليا نهائيا. هنا غادي نحرك كل شيء كيف ما كتشوفوا، وصافي، وغنزيد نضيف هذاك العطرية اللي سبق وقلت لكم. غنكتب لكم كل شيء إن شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبة الخضره يمكن لكم تضعفوا او لا تنقصوا، انا ضفت غير نص بصله ونص فلفله صغيره، وواحد خيزوه، ونص بصله، عفوا، شويه ديال الزيتون، وشويه ديال المايس. بالنسبه للكيكه فانا غنخلطها. عندي هنايا جوج ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، نحاول انني نهرس هذاك البيض، من بعد غنزيد نضيف كاس ديال زيت المائده، كلشي بعبار ديال كاس العنبه. غنزيد نضيف واحد ياغورت طبيعي، تقدروا تضيفوه نتوما دفاني او تخليوه مسوس كيف ما انا ضفتو، او كاس ديال الكريمه ديال الطبخ. صافي، وكاس ديال زيت الزيتون، وكاس ديال الحليب. هنا غنبقى نبدا نخلط مزيان البنات. صافي، كيف ما كتشوفوا البنات، ومن بعد غادي نزيد نضيف هذاك العطريه. بالنسبه للعطريه ديروا اللي بغيتوا، انا درت كما قلت لكم شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال الزعتر، باش هكا كتعطي واحد النسيمه زوينه. صافي، هنا كنزيد نضيف زيت الزيتون اولا زيت العود، كاس. بغيتوا تضيفوا غير زيت المائده ضيفوها، الناس اللي ما متوفرش عندهم زيت الزيتون. صافي، ونخلط، وغنزيد نضيف هذاك كاس ديال الحليب. صافي، غنبقى نبدا نخلط مزيان. وفي هاد الاثناء الخضره ديالي بدات كتشحر ليا وبدات كطيب في نفس الوقت. هنا واحد الخطا انا الصراحه درتو، لانني هاد الكيكه هادي انا كنت موجدها للفطور ديالي، فانا ضفت الخضره سخونه. خليوها البنات حتى تبرد تماما حتى تبرد، لانه انا فاش بديت كنخلط يعني البيض بدا كيطيب ليا بهاد السخونيه. المهم، خليو الخضره ديالكم حتى طيب، ما ديروش نفس الخطا اللي درت انايا، لانني كنت باغا نفطر بها، كنت موجدة للفطور، والاذان كيأذن عندي بكري. صافي، وبديت كنخلط كيف ما كتشوفوا. من بعد غنزيد نضيف الطحين. صافي، غادي نضيف الطحين، غنزيد نضيف هذيك الخميره. بالنسبه للطحين انا ضفت فيها جوج كيسان ديال الطحين بالعبار ديال كاس ديال العنبه، تقدر تضيف لكم جوج كيسان ونص، جوج كيسان وربع، جوج كيسان، حسب نوعيه ديال الطحين ونوعيه ديال البيض. الى عندكم مول كبير ف هاد المقادير هادو راه غتجيكم في مول كبير. صافي، و الى عندكم مول صغير حاولوا انكم تنقصوا الكميه ديال الخضره اللي عطيتكم، وكذلك البيض ديروا غير بيضه ونص كاس الحليب، نص كاس ديال زيت الزيتون. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا ضفت هذيك الخميره في الطحين كيف ما كتشوفوا البنات، وغنبدا نخلط مزيان حتى يعطيني الخليط هكذا نوعا ما تقيل شويه. هذا هو سر من الاسرار الثاني ديال هذا الكيك هذا، باش كيكون ناجح معنا 100%. اما الا كان خفيفه ما الكيك ديالنا ما كيطلعش. صافي، غادي نخلط حتى يتجمع مزيان، ونتاكد من ان الطحين ما بقاش مكور ليا، وهذه اهم حاجه في هذا الكيك، انكم تبداو تخلطوا مزيان باش الطحين ما يبقاش مكور، وما يبقاش بالداخل ديالو كتحس بالطحين مفرتت، اولا ملي كطيب كتحسوا بالمذاق ديال الطحين. صافي، من بعد ما حركت الخليط ديالي، هنا خديت هاد المول هذا طويل، دهنته بشويه ديال الزيت، ولو انه طفل، ولكن كان صراحه كندير احتياط، انا تلصق ليا كنخاف. صافي، دهنته بشويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، رشيت عليه شويه ديال الطحين. صافي، من بعد انا الفران ديجا راه شاعله على 200 فوا، ندخل الكيكه ديالي راه غنقص عليها ونخليها غير 180، طيب ليا من التحت، من بعد نشعل عليه الفوق باش هكا يتحمر من الفوق. صافي، شدت ليا الوقت تقريبا 40 دقيقه طابت على خاطرها. صافي، كيف ما كتشوفوا غادي نكب الخليط ديالي في هذا المول وندخلها للفران، من بعد ما طيب ان شاء الله ونرجع لكم.
هنا من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا، خديت واحد نكاش الاسنان او عود الاسنان، حاولت انني نشكها باش نتاكد ان الكيكه ديالي طابت. راه شتو كتحيد بواحد السهوله، انا قلبتها وبغيت نزينها. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري كيف ما بغيتو. انا عندي هنايا الجبن او الفرماج ديال الدهن، خديت هاد البوش هذا او هاد القمح، حاولت انني هكا ندير به وريضات. يمكن لكم نتوما تزينوا باي شكل من الاشكال اللي بغيتو واللي متوفر عندكم، والا ما كانش حتى ماشي ضروري انكم تزينوها بالاجبان او شي حاجه، تقدروا تحطوها غير هكا وتدوزوها مع اتاي ولا مع قهوه حسب الرغبه ديالكم. انا كيف ما شفتوا فانا درت لها غير الفرماج من الفوق وشويه ديال الخيزو ومحكوك وشويه ديال المعدنوس. صافي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم، ولاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين، اللايكات ديالكم والله ما كنتخلص عليهم، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو للناس اللي زاد عليكم والناس اللي عارفينهم مرادين وكيبغيو الكيكات مساكن ولكن ما يقدروش ياكلوا شي حاجه اللي هي حلوه. راه اليوم درتها على قبلهم مالحه، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش خلي لي كومونتيرات الفيديو الجاي شنو بغيتو يكون فيه. السلام عليكم.